السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء أهلا بكم في فيديو جديد. بنستكمل إن شاء الله بإذن الله اللي إحنا بدأناه في الفصل الأول اللي هو التركيب الكيميائي لأجسام الكائنات الحية. هندرس مين؟ هنتكلم عن اللايبيدات. اللايبيدات قلنا دي بوليمر أو جزيء بيولوجي كبير بيتكون من مونيمرات اللي احنا بنسميها الأحماض الدهنية. يبقى أول حاجة هندرسها زي ما اتفقنا، احنا بندرس خمس حاجات. قلنا هندرس أول حاجة التعريف، الليبيدات تعريفها جزيئات بيولوجية كبيرة، تمام، اللي احنا بنسميها بوليمرات، يعني بتتكون من عدد جزيئات أصغر بنسميها أحماض دهنية. يبقى المونيمر بتاع الليبيدات إيه؟ أحماض دهنية. طيب انا عندي اللايبيدات دي بتتكون من مجموعه كبيره قوي غير متجانسه من المركبات، تمام. يبقى عندي اللايبيدات بتتكون من مجموعه كبيره من المركبات غير المتجانسه، يعني لها اشكال كتير وانواع كتيره، اللايبيدات انواعها عديده. التكوين بتاع اللايبيد بيدخل في ذرات الكربون وبيدخل في ذرات الهيدروجين والاكسجين، بيدخل في الكربون والهيدروجين والاكسجين بشكل اساسي. بشكل ايه اساسي يا مستر؟ معاهم عناصر تانية؟ معاهم عناصر تانية، بس لما ندخل معاهم عناصر تانية ده هندرسه ان شاء الله في التصنيف. معلومه مهمه لازم كلنا نبقى عارفينها، ان انا عندي الليبيدات زي مثلا الزيت القليه اللي عندنا ده، او الزيت اللي عندك في البيت. الزيت ده هل الزيت بيدوب في الميه؟ لا، ما بيدوبش في الميه. الميه مذيب قطبي، الماء مذيب قطبي، فبالتالي عندي اللايبيدات لا تذوب في المذيبات القطبيه. المعلومه دي بيلعب عليها لما يجيب لك مثلا مثال في تفكير وكلام من ده كله، بيلعب على جزئيه ايه؟ ان اللايبيدات لا تذوب في المذيبات القطبيه زي الميه. طب بتذوب في ايه يا مستر؟ قال لك تذوب في المركبات او المذيبات غير القطبيه زي البنزين، زي البنزين ورابع كلوريد الكربون. طيب ده بالنسبه لايه؟ للليبيدات. يبقى احنا عرفنا تعريفها، هي جزيئات بيولوجيه كبيره بتتكون من جزيئات اصغر بنسميها احماض دهنيه. وقلنا الليبيدات عندي دي بتتكون من مجموعه كبيره غير متجانسه من المركبات، وبتدخل فيها الكربون والهيدروجين والاكسجين بشكل اساسي. طيب ننتقل للجزئيه اللي بعد كده. انا عندي لو جينا نشوف شكل الخلايا الدهنيه، انا عندي الخليه الدهنيه، تمام، بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على دهون، تمام. والدهون عندي بتتكون من ايه؟ من احماض دهنيه. يبقى عندي خلايا دهنيه فيها دهون، الدهون دي بتتكون من احماض ايه؟ دهنيه. تركيب الجزيئي للليبيدات، الجزيئات التركيب الجزيئي للليبيدات، تعال نشوف بقى التركيب الجزيئي بتاع مين؟ بتاع الليبيدات. انا عندي الليبيدات بتتكون من سلسلة من ذرات الكربون موجودة في جزيء اسمه جزيء الجليسرول، عشان نشوف تركيب جزيء اللايبيد. وتركيب جزيء اللايبيد فهو بيدخل فيه حاجتين، بيدخل فيه كحولات وبيدخل فيه أحماض دهنية. كحولات وأحماض إيه؟ دهنية. الأحماض الدهنية دي سلسلة كبيرة قوي من ذرات الكربون، تمام. وعندي مثلا الكحولات، كحولات مثلا زي الكوليسترول، الكوليسترول ده كحول ثلاثي الكربون، كحول ثلاثي الايه؟ الكربون. طيب الكحول اللي هو ثلاثي الكربون ده بيحتوي على ثلاث مجموعات من الهيدروكسيل اللي هي الاو اتش، اللي هي الايه؟ الاو اتش. طيب بيتحد مع كحول الجليسرول ده ثلاث احماض دهنيه، ثلاث احماض ايه؟ دهنيه، عشان يكونوا لي جزيء اللايبيد. جزيء مين؟ اللايبيد. انا عندي الاحماض الدهنيه دي في منها نوعين، نوع مشبع ونوع غير مشبع. يعني ايه مشبع وغير مشبع؟ دي حاجه تبع الروابط الكيميائيه، روابط احاديه وروابط ثنائيه وكلام من ده، تمام. فانا عندي لما اجي اتكلم على تركيب الجزيء للليبيد بقول ان التركيب الجزيئي للليبيدات بيتكون من ثلاث احماض دهنيه متحده مع جزيء جليسرول. جزيء الجليسرول اللي هو ده، جزيء الجليسرول بيتكون من عندي ثلاث ذرات كربون، كل ذره كربون متحده كانت متحده مع مجموعه هيدروكسيل، مع مجموعه ايه؟ هيدروكسيل اللي هي الاو اتش، اللي هي الايه؟ الاو اتش. يا مستر بس احنا مش شايفين او اتش، احنا شايفين او بس، شايفين او. فين الاتش؟ الاتش تم ازالتها عشان تتحد، يتحد الحمض الدهني مع جزيء الجليسرول لتكوين الليبيد.
تمام. يبقى التركيب الجزيئي للليبيدات تتكون من ثلاث احماض دهنيه متحده مع جزيء واحد من الجليسرول، اللي هو ايه؟ هو الجليسرول ده كحول به ثلاث مجموعات هيدروكسيل. تمام. اخش بعد كده على تصنيف الليبيدات. تصنيف الليبيدات عندي، الليبيدات دي بتتصنف لثلاث حاجات، تقسيمها ليبيدات بسيطه، ليبيدات معقده، ليبيدات مشتقه. طيب الليبيدات البسيطه دي التردي اللي بيخش في تركيبها تركيب بسيط، يعني ما فيش مواد اضافيه، هي كحول و و و وحمض واحماض دهنيه، كحولات واحماض دهنيه بتتحد مع بعض علشان تكون لي الليبيدات البسيطه. لكن الليبيدات المعقده دي بالاضافه لان هي كحول وحمض دهني بيخش معاها حاجات تانية او عناصر او بيخش فيها مجموعات تانية، تمام؟ عشان كده بسميها معقدة لأنها مرتبطة بعناصر أخرى. طيب عندي الليبيدات المشتقة، الليبيدات المشتقة دي من اسمها كده بيتم اشتقاقها من الليبيدات البسيطة أو الليبيدات المعقدة عن طريق إن احنا بنعملها إيه؟ تحليل مائي، عن طريق إن احنا بنعملها تحليل مائي. إن شاء الله بإذن الله هندرس مع بعض أول حاجة اللي هي الإيه؟ الليبيدات البسيطة. طيب نشوف مع بعض الليبيدات البسيطة. الليبيدات البسيطة زي ما قلنا بتتكون من تفاعل أحماض دهنية مع كحولات. تفاعل أحماض دهنية مع إيه؟ مع كحولات. طيب أنا بقسم الليبيدات البسيطة دي على أساس إيه؟ بنقسم الليبيدات البسيطة على حسب حاجتين. بنقسمها على حسب درجة تشبع الحمض الدهني، درجة تشبع مين؟ الحمض الدهني، ونوع الكحول اللي داخل. هل هو كحول أحادي الهيدروكسيل ولا ثنائي الهيدروكسيل ولا ثلاثي الهيدروكسيل وهكذا. وعلى ذرات الكربون اللي فيه، تمام؟ يبقى احنا بنقسم الليبيدات البسيطه على حسب درجه تشبع الحمض الدهني، زي ما قلنا في احماض دهنيه مشبعه واحماض دهنيه غير مشبعه، وعلى حسب نوع الكحولات، وعلى حسب نوع مين؟ الكحولات. يعني لو جينا نبص للليبيدات البسيطه كده هنلاقي ان هي بتتكون اللي هي ثلاث انواع، عباره عن حاجه اسمها زيوت ودهون وشموع. انا معتقد ان احنا عارفين الزيوت وعارفين الدهون وعارفين الشموع. بما انك انت عارف الزيوت والدهون والشموع فانت عارف ان انا عندي الزيوت دي ايه؟ دي مواد سائله، ماده سائله، الزيت سائل، الزيت ايه؟ سائل في درجه الحراره العاديه. لكن الدهون دي مواد صلبه في درجه الحراره العاديه. الشموع برضو مواد صلبه، يبقى عندي دهون وشموع متشابهين في ان هم مواد صلبه، لكن مختلفين عن الزيوت في ان هي ماده سائله. الزيوت ماده ايه؟ سائله. انا عندي الزيوت والدهون، الزيوت والدهون متشابهين في التركيب لكن مختلفين في نوع الحمض الدهني، متشابهين في التركيب مختلفين في نوع الحمض الدهني. بمعنى ايه يا مستر؟ انا عندي ده بيخش بيتركب من احماض دهنيه وجلسرول اللي هي الزيوت، والدهون برضو بتتركب من احماض دهنيه وايه؟ وبرضو بتتركب من احماض دهنيه وجلسرول. بس الفكره ان انا عندي لو انت شفت الزيوت تتكون من احماض دهنيه غير مشبعه مع الجليسرول. طيب الدهون تتكون من احماض دهنيه مشبعه مع الجليسرول، يبقى دهون مشبع، زيوت مالها غير مشبع. لو تفتكر حاجه اسمها هدرجه الزيوت، يقول لك ده بيعملوا هدرجه الزيوت. يعني ايه هدرجه الزيوت؟ يعني بيضيفوا لها هيدروجين عشان يحولوها من غير مشبع لمشبع. طب لما يحولوا الزيوت من مشبع لغير مشبع تتحول من ايه؟ من سائل لصلب، من سائل لصلب، تمام؟ تتحول من زيوت لدهون، ده اللي احنا بنسميها درجة مين؟ الزيوت، لو انت عايز تعرف. طيب انا عندي، طيب بقول عن ان انا عندي الزيوت بتتكون من ايه؟ بتتكون من تفاعل احماض دهنيه غير مشبعه مع الجليسرول. طيب والدهون بتتكون من ايه؟ من تفاعل احماض دهنيه مشبعه، تمام، مع الجليسرول. قلت لك مشبعه وغير مشبعه ده له علاقه بالروابط احاديه او ثنائيه او ثلاثيه وهكذا. طيب ايه الفايده بتاع الزيوت؟ على فكره اهميه الزيوت هي هتحتاجها برضو في اهميه الايه؟ الليبيدات بشكل عام، تمام؟ فانت لما تيجي تحفظ خليك عارف ان انت لما يجي يقول لك اذكر اهميه الليبيدات هتقول له اهميه الليبيدات، هتفتكر بقى مع نفسك عندي زيوت كفايتها ايه، دهون كفايتها ايه، الشموع كفايتها ايه، وهكذا اللي انت بتاخده يعني.
طيب انا عندي زيوت قال لك ان هي بتغطي ريش الطيور المائيه، ليه بقى؟ ان هي ساعات تيجي تنزل في الميه وتيجي تطير تاني لو ناحيتها اتبلت ميه، تمام؟ فمش هتقدر تطير من حمل الميه اللي في جناحتها، فبالتالي بيبقى مغطيه بطبقه من الزيوت لان الزيت لا يذوب في الماء، تمام؟ فمش هيحصل اتصال بين الريش والايه؟ والميه. فيقدر ان هو ينزل ياخد السمكه بتاعته ويطير عادي خالص من غير ايه ما تعيق الحركه بتاعته. يبقى الزيوت التي تغطي ريش الطيور المائيه التي ايه حتى لا ينفذ اليها الماء ويعوق حركتها. الدهون، الدهون مهمه في ايه؟ الدهون دي طبعا احنا عارفين بسم الله ما شاء الله، الدهون اللي احنا بنخزنها تحت الجلد دي، احنا او مثلا بعض الحيوانات زي مثلا الدب القطبي، الدهون دي عازله للحراره، جراديت توصيل للحراره، فبالتالي بتحافظ على درجه حراره الجسم بالداخل، ما بتخليش الحراره تطلع من داخل الجسم للخارج، فبالتالي تعمل الدهون على الحفاظ على درجه حراره الجسم في الاماكن شديده البروده، تمام؟ زي دب القطبي كده مثلا، او البطريق، او السنوريات اللي عايشه في القطب الشمالي. عندي الشموع، الشموع بقى دي مختلفة عن الزيوت والدهون في التركيب، مختلفة عن الزيوت والدهون في التركيب. يعني احنا عندنا الجلوسرول ده كحول ثلاثي الهيدروكسيل، كحول ثلاثي الهيدروكسيل. طيب الشموع بقى اللي داخلة، اللي داخل فيها عشان يكون الشموع، داخل فيها كحول أحادي الهيدروكسيل، داخل فيها كحول أحادي الهيدروكسيل، كحول عنده ايه؟ هيدروكسيل واحدة بس، تمام؟ طب وايه تاني الاختلاف؟ الاحماض الدهنيه اللي داخله فيها ذات اوزان جزيئيه عاليه، ذات اوزان جزيئيه عاليه بمعنى ايه يا مستر؟ بمعنى ان هي عدد ذراتها كتير قوي، يختلف عن عدد ذرات الاحماض الدهنيه اللي هي بتاع الزيوت والدهون، تبقى بسيطه. لكن عندي الشموع بيكون احماض دهنيه ذات اوزان جزيئيه عاليه مع كحوله احاديه الهيدروكسيل. طيب الشموع مهمة في ايه؟ دي بتغطي لي النبات في الأماكن الصحراوية. طيب النبات لما بيغطي طبقة شمعية ايه اللي ايه الأهمية أو ايه الفايدة؟ الفايدة والأهمية عندك إنك أنت كده بتحمي النبات من فقد الماء عن خلال من خلال عملية النتح. إن عندي قلنا إن المواد اللي هي مثلا الشموع والدهون والليبيدات لا تذوب في الماء، فبالتالي بتحبس المية ايه؟ بالداخل. هناخد بعد كده ان شاء الله اللي هي الليبيدات المعقده. الليبيدات الايه؟ المعقده. طيب يدخل في تركيب الليبيدات المعقده، قلنا البسيطه كانت كحولات واحماض دهنيه. لا، اللي عندي المعقده برضه فيها كحولات واحماض دهنيه، بس بالاضافه ممكن تلاقي بالاضافه للكربون هيدروجين مثلا، هتلاقي عندك فسفور وعندك مثلا نيتروجين، تمام؟ يعني يخش فيها زياده فسفور وايه؟ ونيتروجين، مش بتبقى عبارة عن كربون وهيدروجين واكسجين فقط. طيب عندي ليبيدات معقدة زي الفوسفو ليبيدات، زي مين؟ زي الفوسفو ليبيدات. طيب لو جينا نشوف الفوسفو ليبيدات ده من المركبات المهمة جدا جدا، لأن هو بيخش في تركيب الأغشية الخلوية في الإنسان، مكون من المكونات الأساسية، تمام؟ في الاغشيه الخلويه في الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه. تركيبه بالظبط شبيه بتركيب الدهون. تفتكر كده كانت الدهون كانت عباره عن تركيبها ايه؟ جلوسرول ثلاثي الهيدروكسيل متحد مع مين؟ اتحد مع احماض دهنيه مالها، مشبعه ولا غير مشبعه؟ ها الدهون مشبعه. يبقى هنا عندي النوع الحمض الدهني اللي داخل في تركيب الفسفوليبيد اللي هو من الليبيدات المعقده، دهون احماض دهنيه مشبعه، احماض دهنيه مشبعه وجزيء جلسترول. بس الفرق بين ان الفسفوليبيد والاحماض البتاع ده والدهون، ان انا عندي هنا البتاع ده الحمض الدهني رقم 3 شلناه وحطينا معاه كانوا مجموعتين، مجموعه فسفات ومجموعه كولين. حمض دهني رقم 3 شلناه وحطينا منه مجموعة فوسفات ومجموعة كولين. لو تلاحظ تاخد بالك هنا كده عندي ايه؟ دي حمض دهني اهو، ده حمض دهني اهو، وادي مجموعة او كحول اللي هو كحول الجليسرول. هتلاقي عندك هنا في مجموعتين اضافيتين اتشالوا مكان ايه؟ الحمض الدهني ده رقم 3 اشتال وحطينا مكانه مجموعة فوسفات ومجموعة كولين، تمام؟ عشان يكون لي الفسفوليبيدات بالشكل ده اللي هي بتكون غشية الايه؟ الخلايا النباتية والحيوانية، تمام؟ طيب ده بالنسبة للليبيدات الايه؟ المشتقة.
طيب الليبيدات المعقدة، الليبيدات الايه المعقدة، لكن الليبيدات المشتقة بسيطة جدا، هي ويبيدات بيتم اشتقاقها او ان احنا بنحصل عليها من خلال التحلل المائي للليبيدات البسيطة او المعقدة، زي مين؟ زي الكوليسترول وزي الهرمونات زي الاسترويدات. تمام، يبقى عندي الهرمونات زي الاسترويدات دي بتيجي منين؟ بتيجي من التحلل المائي للليبيدات البسيطة والليبيدات المعقدة، والكوليسترول نفس الكلام. طيب أهمية بقى الليبيدات، افتكر معايا كده، أنا قلت لك إيه؟ قلت لك إن أنت الحاجات اللي هتاخدها هتلاقيها هي في الأهمية، كانت تعمل كهرمونات، تعمل كعازل حراري، تعمل كغطاء واقي، مهمة في الحصول على الطاقة. مش احنا قلنا ان انا عندي جزيئات البيولوجية كبيرة ممكن نحصل منها على الطاقة، ممكن نحصل منها على مين؟ على الطاقة، ولكن انا عندي المصدر الاساسي والسريع للحصول على الطاقة هي الكربوهيدرات. لكن خلي بالك الليبيدات دي مصدر غني بالطاقة، يعني لو احنا جبنا مثلا معلقة كربوهيدرات ومعلقة ليبيدات، اللي يدي طاقة أسرع الكربوهيدرات، يبقى لو في كربوهيدرات وفي ليبيدات هناخد الطاقة من الليبيدات، من الكربوهيدرات أسرع، هناخد الطاقة من مين؟ من الكربوهيدرات بشكل سريع. طيب والليبيدات؟ لا، الليبيدات لازم الكربوهيدرات كلها تخلص الاول عشان يبدا يستفاد من الليبيدات. طيب لو الاثنين قدامي معلقه ومعلقه، انهو اكبر في الطاقه؟ الاكبر في الطاقه الليبيدات، يعني الليبيدات بتدي 9 سعر حراري باين، لكن الكربوهيدرات اقل من 9 سعر حراري، فيعني بيبقى رقم، بيبقى في فرق في الطاقه اللي طالعه من الجرام الواحد، يبقى في فرق في الطاقه اللي طالعه من جرام واحد، معناه ده جرام كربوهيدرات ده جرام ليبيدات. طيب يبقى انا عندي اول حاجه الحصول على الطاقه، قلنا الطاقه اللي احنا بنستمدها من الليبيدات اكبر من الطاقه المستمده من مين؟ من كميه الكربوهيدرات، بس لازم اخلص الاول الكربوهيدرات كلها عشان ابدا استغل مين؟ استغل الليبيدات. ثاني حاجه بناء الخلايا، عشان تبقى عارف ان انت عندك الليبيدات دي تمثل نسبه 5% من الخليه، تمثل نسبه 5% من مين؟ من المواد العضويه الداخله في الخلايا، في تركيب الخلايا. تمام. طيب عندي الفسفوليبيد، قلنا بيلعب دور مهم في الاغشيه، في مين؟ في الاغشيه مين؟ يلعب دور مهم في الاغشيه النباتيه والحيوانيه، ماشي. طيب او الاغشيه البلازميه. طيب عندي قلنا تعمل كهرمونات زي الاسترويدات، السيلين يعمل لبعضها كهرمونات زي الاسترويدات. طيب تعمل كعازل حراري، تعمل كعازل حراري زي الدهون، طبقه بتعمل طبقه عازله اسفل الجلد في الانسان وبعض الحيوانات زي الدب القطبي. وقلنا ليه؟ بفضل ايه؟ بفضلها تستطيع الحيوانات ان تحافظ على درجه حرارتها في الاماكن البارده، تمام، لانها بتعمل كعازل حراري. تمام، تستخدم كغطاء واقي في النباتات، مثلا الشموع مثلا بتغطي اسطح من النباتات زي النباتات الصحراويه، تمام، لتقليل فقد الماء في عمليات النتح. طيب انا بكشف ازاي عن وجود الليبيدات عندي في الاطعمه بتاعتي؟ التجربة عندي هنا هتحتاج كاشف اسمه سودان فور، كاشف اسمه سودان ايه؟ فور. كاشف سودان فور ده كاشف يستخدم للكشف عن الدهون في الأطعمة المختلفة، زي مثلا الزيت أو مثلا اللبن أو الزبدة أو الفول السوداني، ده كله بيحتوي على ايه؟ على بيحتوي على دهون. تمام، يبقى انت خليك عارف، لازم ضروري تبقى عارف الاطعمه اللي بتحتوي على دهون والاطعمه اللي بتحتوي على كربوهيدرات والكلام من ده كله، علشان لما بيجيبها لك في اختياري ما بيجيبكش يقول لك يسالك على الكربوهيدرات، لا ده بيجيب لك المواد اللي بتحتوي على مثلا على الدهون، وانت بقى فانت بتختار مثلا الفول السوداني. طب هو مثلا عايز يسالك على حاجه في الكربوهيدرات، بس يجيب لك في الاختيارات مش جايب لك غير مسحوق دقيق او مسحوق قمح، اللي اختار مسحوق القمح لان هو طبعا كربوهيدرات. تمام، طيب انا عندي بما اني البتاع ده الكاشف عندي السودان فور بيكشف عن الدهون، طيب بيتحول لونه من لون ايه للون ايه؟ قال لك كاشف سودان فور ده بيتحول لما تحطه على البتاع الطعام بتاعك اللي فيه دهون بيتحول للون الاحمر. كاشف سودان فور فيه منه عده الوان، فعشان كده احنا هنهتم بس بيتحول باللون ايه، الالوان بتاعته كلها بتتحول للون الايه؟ الاحمر، اللون الايه؟ الاحمر. يبقى كاشف سودان فور بيتحول للون الاحمر عند وجود الدهون في الاطعمه. يبقى دخلنا اخر حاجه ايه؟ الكاشف. خدنا الكاشف، الاهميه، التصنيف، التركيب الجزيئي، وخدنا التعريف.
بكده يبقى احنا خلصنا الليبيدات ان شاء الله. باذن الله هنحل معاكم الكتب بقدر الامكان، هنحل معاكم الاسئله انظمه جديده، ونجيب لكم اسئله نظام جديد ان شاء الله بالتوفيق. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، نستكمل مع بعض البروتينات والاحماض النوويه. السلام عليكم.